بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، وأخيرا تمكن العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية من حل لغز مثلث برمودا. هذا المثلث الموجود في البحر يمتد طبعا لآلاف الكيلومترات أو لمئات الكيلومترات عفوا. هذه المنطقة كانت مثار جدل طيلة سنوات طويلة، واعتقد بعض الناس أن هناك كائنات من الفضاء الخارجي تسكن فيها. هناك من يعتقد أن عرش إبليس هناك، هناك من يعتقد أن في هذه المنطقة هناك ممالك لمخلوقات مثل الشياطين، مثل كذا، يسحبون الناس، يغرقون إلى آخره يعني. ولكن أنا أود أن أحدثكم عن دراسة طبعا علماء في جامعة ساوثهامبتون الشهيرة. قالوا هناك أمواج عميقة عاتية غالبا هي المسؤولة عن هذه العمليات، أن هذه المنطقة بالذات بسبب طبيعة المياه هناك وبسبب تضاريس القاع المحيط تتشكل أمواج عميقة بارتفاع مئات الأمتار وأقوى من الأمواج السطحية ب10,000 ضعف. دققوا أيها الأحبة، أمواج تحت البحر، وهذه موجودة في كل محيطات العالم، ولكن في هذه المنطقة بسبب بعض النتوءات وبعض الجبال الموجودة في قاع المحيط تتضخم هذه الأمواج أثناء مرورها من هذه التضاريس وتضرب أحيانا بعض السفن وتغرق بعض السفن كما حدث. يعني أنا لدي هنا في عام 1918 كان هناك سفينة ضخمة مرت من تلك المنطقة وغرقت وأودت بحياة 300 شخص أو أكثر، مع العلم أنها سفينة ضخمة جدا. على الرغم من ذلك غرقت هذه السفينة بسهولة وابتلعتها الأمواج العميقة. طبعا أيها الأحبة، أنا قبل أن أكمل أود أن أحدثكم عن الأمواج العميقة في القرآن. القرآن أشار إلى ذلك أيها الأحبة. هذا المثلث، مثلث الرعب الذي أرعب العالم، السر يكمن في الأمواج العميقة التي فيه والتضاريس الخاصة في قاع المحيط وتيارات المياه العنيفة في تلك المنطقة. الله تبارك وتعالى شبه لنا أعمال الملحد أو المنافق بمن يغوص في تلك المنطقة، تجرفه هذه التيارات فلا يبقى منه شيء، أو كظلمات في بحر لجي، بحر لجي عميق، وبالفعل هذه الأمواج تأتي من عمق أكثر من 1,000 متر أيها الأحبة، تتوضأ على عمق أكثر من 1,000 متر تحت سطح الماء. وهذه الأمواج أقوى ب10,000 مرة من الأمواج السطحية. انتبهوا، أحيانا السفن قد تنقلب بسبب موجة سطحية، موجة سطحية قوية قد تقلب السفينة، فما بالكم إذا كان لدينا موجة على عمق أكثر من 1,000 متر أقوى ب10,000 مرة من الموجة السطحية. كم هذه الأمواج عنيفة، انظروا كيف أنبأنا القرآن عنها. أو كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج، هذا البحر العميق يغشاه موج من فوقه موج، إذا موج تحت عميق وموج سطحي، والموج العميق أقوى بكثير من الموج السطحي أيها الأحبة. يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب. بالفعل معظم حالات الغرق تكون أحيانا في حالة بعض الأعاصير، تكون السماء ملبدة بالغيوم، تكون هناك أمطار، تكون هناك عواصف في الأعلى. دائما الغيوم، تكاثف الغيوم يدل على البرق، يدل على العواصف الرعدية، يدل على حالة طقس سيئة. فمعظم حالات الغرق هنا في هذا المثلث كانت أثناء تواجد هذه الغيوم أيها الأحبة. أو كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج في الأسفل على عمق 1,000 الأمتار، من فوقه موج في السطح، من فوقه سحاب،
ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يرها. انظروا هذا التشبيه الدقيق أيها الأحبة. تصور أيها الملحد أنك تعيش في أعماق هذا المحيط، في مثلث برمودا تحديدا، الغيوم في الأعلى والأعاصير والعواصف، ثم أمواج سطحية، ثم أمواج عميقة أكثر أو أكبر ب10,000 مرة من الأمواج السطحية، ثم أنت تعيش تحت بين هذه الأمواج. ما هو حالك؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لذلك أيها الأحبة، الدكتور سيمون بوكسل يقول، وهو عالم في مجال المحيطات وعلوم الأرض، يقول هذه المنطقة في المحيط الأطلسي يمكن أن يحدث فيها ثلاث عواصف ضخمة تتجمع من اتجاهات مختلفة، وهي الظروف المثالية لموجة مارقة أو موجة عنيفة تأتي على السطح، ولكن هناك أمواج أيضا تبتلع في الأسفل. إذن عندما يكون لدينا غيوم، أعيد أيها الأحبة، غيوم كثيرة في الأعلى، ثم هذه الغيوم دليل على حدوث دائما تجمع الغيوم، يقول تعالى من فوقه سحاب، ثم قال ظلمات، يعني سحاب كثيف يحجب ضوء الشمس. السحاب الكثيف جدا هو دليل على حدوث المطر والبرق والرعد والعواصف الرعدية والأعاصير. إذن هناك أعاصير كما يقول هذا الدكتور، هناك أعاصير في الأعلى يمكن أن تحدث عدة أعاصير في نفس الوقت أو عواصف، وتشكل موجات سطحية عنيفة جدا تؤدي إلى انقلاب هذه السفينة. فعندما تهبط تبتلعها الأمواج العميقة وتقذف بها ربما على بعد آلاف الأمتار، ليس بالضرورة أن تبقى في القاع، تقذف بها بعيدا. إذن أحبتي في الله، هذه الظروف كانت تحدث في هذه المنطقة، فبدأ الناس يخترعوا حول هذه المنطقة الأساطير والخرافات، وكائنات من الجن وكائنات من الفضاء الخارجي، ومثلا عرش إبليس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا أن عرش إبليس على الماء أو على البحر موجود يعني، ولكن نحن لا نراه، لأن الله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم إبليس ليس لديه سيطرة على أن يغرق سفينة أو يتحكم بعوامل الطقس، لا، إبليس والشياطين والجن الكافر لديه فقط قدرة على أن يوسوس لك، فقط يوسوس لك، أما أن يتحكم بمصير الناس هذا غير موجود أيها الأحبة. لذلك نلخص هذه الحلقة بأن العلماء وجدوا أن القضية كلها حول مثلث برمودا هي مجموعة من الأعاصير والسحب في الأعلى وأمواج على السطح وأمواج عميقة، والإشارة القرآنية أنا أراها مناسبة لوصف مثل هذه الحالة العنيفة أو المتطرفة في المحيط الأطلسي، مع العلم أن الأمواج العميقة موجودة طبعا في معظم محيطات العالم، أحيانا على عمق 5,000 متر وأحيانا على أعماق أكبر. ونختم بأن نتذكر هذه الآية الكريمة أيها الأحبة التي فيها إعجاز مذهل، لأن هذه الأمواج العميقة لم تكتشف إلا في القرن 21. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمواج العميقة موجودة؟ وكيف استطاع أن يصف لنا أسوأ ظروف ممكن الآن يكتشفها العلماء؟ يعني هذه الدراسة منشورة في عام 2018، منشورة عام 2018 منذ يعني سنتين أو ثلاثة على الأكثر. كيف وصف لنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هذا الوضع المرعب، غيوم وعواصف في الأعلى ثم أمواج سطحية ثم أمواج عميقة؟ والتشبيه هنا لذلك الملحد الذي كفر بالله، استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصف الله لنا أعمال هذا الملحد مثل هذا المشهد حيث تغرق السفن
يغرق الناس لا يرجع منهم أحدا، ممكن طائرات تغرق بسبب هذه العواصف والدوامات. وبالتالي كأن هذه الآية إنذار، فيها إعجاز علمي، فيها دلالة على أن هذا القرآن كلام الله، وتحذير: احذر أيها الملحد أن يكون عملك فاشلا مثل حال من يدخل في هذا المثلث في هذه الظروف الصعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.